لما حطينا معايير الاستدامة في أكسبو 2020 كنا نتبع نظرة الإمارات في تكوين مكان مستدام، واللي شفناه لما بدينا طبعاً الحدث الأكبر بالعالم إنه الناس انبهروا بمعايير الاستدامة اللي انحطت. عملنا كلنا سوية في سبيل إنه يكون أكسبو مستدام. أنا دينا ستوري وهذه قصة نجاحي. بدأ الحلم في دراسة الاستدامة لما كنت صغيرة. كنت حابة أنه أكون مهندسة. ولدت في بغداد في العراق، وخرجت من العراق في التسعينات تحت ظروف حرب، كانت الظروف صعبة. طبعاً عيشتي في مكان أو في بغداد خلال وقت الحصار حفزني أنه أشوف أهمية المي والكهرباء أو الاستقلال الغذائي مثل ما يقولون، يعني وجود الطعام في شكل مستمر. حفزني أنه أدخل في مجال الاستدامة، لأنه حسيت أنه ليش ما نكون عايشين بمجتمع أو بعالم في تكون الطاقة مستمرة، الموارد الغذائية مستمرة، المياه الصالحة للشرب مستمرة. وهذا اللي حفزني أنه أشق طريقي في موضوع الاستدامة أو أدخل لدراسة الاستدامة في جامعة كولومبيا في نيويورك. ولما دخلت المجال كنت من أول الناس اللي دخلوا في هذا المجال أو رواد المجال. أنا عشت في أمريكا حوالي 20 سنة، بس ما حسيت أنه أنا عايشة بين أهلي، وما حسيت أنه هذا مكاني أو منزلي. بس لما تحولت إلى دورة الإمارات حسيت أنه رجعت إلى مكان احتضني، وفي ناس احتضنوني كأنه هم أهلي، ونمت شعوري كامرأة وكأم وكرائدة في مجالي، وهذا كان بالنسبة لي جداً مهم. طبعاً دولة الإمارات تجسد حلم الاستدامة، وشيخ زايد الله يرحمه كان يركز على موضوع الاستدامة تركيز تام، وشغلي في أكسبو 2020 ساعدني أنه أحاول أنه ولو أحقق جزء بسيط من نظرة الاستدامة اللي حطها شيخ زايد الله يرحمه من قبل 50 سنة. حصلنا على أعلى شهادات الاستدامة في جميع البناء اللي موجود في أكسبو، وهذا مو بس فخر بالنسبة لي، لكن فخر لجميع الموظفين ولجميع الأشخاص اللي عملوا في أكسبو، وفخر لجميع اللي ساكنين في دولة الإمارات. الرسالة اللي أوجهها للبنات اللي هسه ديكبرون في مو بس في دولة الإمارات بس في العالم، أنتي كامرأة أو كشابة ممكن أنه تحصلين أو تحققين كل اللي تريدي إذا تعبتي وإذا اشتغلتي وإذا ما حسيتي نفسك أصلاً أقل من أي شخص ثاني. أنت كامرأة ماكو فرق بينك وبين الرجل، أنت كامرأة تمثلين الأم المستقبلية، تمثلين الأرض، تمثلين الخضار، تمثلين المي، تمثلين البيئة. واعملي الشيء اللي تحبيه، لا تعمليه في سبيل أنه تعمليه أو في سبيل المال أو أي شيء ثاني. هذا هو حاضري، وأني مستعدة استعداد كامل لما يحمله لي مستقبلي. هدفي ترسيخ مفاهيم الاستدامة مو بس بالإمارات، بالوطن العربي كله، وأن يكون لي بصمة في هذا المجال.